كابتن جمال، فوز صعب جدا، ضغطنا بشكل كبير الشوط الثاني، ولكن يعني نقول المباراه بعنوان كده نجمها الاول محمد عواد. طبعا يا طارق، يعني فعلا النجم الاول محمد عواد، لان احنا فعلا كانوا ضاغطين علينا جامد جدا. بس هي حاله طبيعيه في ايه يا طارق؟ ان انت دايما بتيجي تكسب الفرقه الكبيره دي بهدف، انت لعبت قصاد فرقه كبيره، لما بتيجي بجول في اول الماتش بتلاقي نفسك غصب عنك يا بتمشي صح وبتكمل وتكسب 3-4، يا اما بتحاول تحافظ على الهدف ده مع فرقه كبيره، فبتضغط، والضغط دوت بيخليك تحافظ بقدر ما يمكن ان انت ما تدخلش في الجول وخلاص. فكل لعيبه بتلعب اقوى ما عندها في حد دفاعيا اكتر من هجوميا، بدليل النهارده احنا ما فيش ماتش تعادلنا فيه 0-0 او جه فينا جول في الشوط الاول، الا تلاقي الشوط الثاني احنا اللي ضاغطين ورايحين وبنجيب جول واثنين وثلاثه، والتغييرات بتبقى جميله جدا وبتكسب الماتش. ما فيش ماتش بقى جبنا جول في البدايه والشوط الثاني او جولين في البدايه والشوط الثاني كنا كويسين، تلاقي دايما يعني نتعادل يا اما نبقى زي كده. احنا كسبنا فرق قويه جدا، لازم نعترف انها فرق قويه طبعا. يعني فرقه بيراميدز من الفرق القويه جدا، بتمتلك عناصر جيده جدا جدا ومدرب فاهم، هم استحواذ طول عمرهم بيستحوذوا، احسن فرقه بتستحوذ. ولكن اللي يهمنا النهارده انت بتقابلهم هم دلوقتي يعني تاني الدوري، انما انت دلوقتي الموسم اللي فات كمان كانوا وصيف الدوري معانا. ايوه ما بقول لك فرقه قويه. طبعا انت دلوقتي اللي يهمك الف مبروك طبعا، الثلاثه بونت، انت خدت 3 بونت من فرقه فعلا مش سهله. فطبعا بقول لجمهور الزمالك ان غصب عن اللعيبه كانت عايزه تحافظ على الهدف، ولكن برضو في شويه علامه استعجاب، كم علامه استعجاب كده على التغييرات، وعلى هل مصطفى شلبي طلع لحرز الهدف، طلع فنيا ولا طلع عدم التزام او حاجه يعني او مصاب. لا لازم نعرف، انه كان ماشي كويس جدا جدا هو وزيزو وامام في الشوط الاول ويوسف حسن، وطبعا يوسف على فكره انا عايز بس اطمنك يا طارق واطمن حماده وكابتن عبد الحليم وكل جمهور الزمالك ان يوسف حسن ما جاتلوش ولا كره عرضيه، يوسف حسن ما تلعبلوش ولا كوره. فيوسف حسن النهارده ما يتلعب له كورتين 3-4 جوه ال 18 نحاسبه نقول عليه كويس ولا وحش، انما الواد ده الولد كويس جدا جدا، بس ما فيش ولا كروس باس اتعمل له خالص. صحيح. ان اولا بيلعب بدماغ كويس، بيشوط بيصوب كويس، محطه كويسه، فان شاء الله باذن الله مع الماتشات هيجي زي اللعيبه الصغيرين. يعني النهارده عندنا حسام عبد المجيد احرز لنا اهداف مع انه كان ناشئ. صحيح. عندنا نيمار احرز لنا هدف جميل جدا الماتش اللي قبل اللي فات كان ناشئ، يوسف اسامه برضه حط هدف مارادوني وناشئ، وسيف جاب لنا جول في ماتش اسوان اللي وصلنا بيه النهائي وناشئ. فهو يوسف قدامه هدف واحد بس، اول ما الهدف ده يجي هتلاقي كل اللعيبه واثقت فيه وتقدر تعمل الكروسات. تمام. انما الف الف مبروك لجمهور الزمالك، طبعا مجلس اداره، ليكو، للاعضاء كلهم، مبروك، حاجه كويسه يعني. الحمد لله. وبصراحه عايز برضه اشيد بابراهيم نور الدين الحكم، يعني كان كويس جدا النهارده. تمام. والكابتن ناصر طبعا اتكلم عليه.